المشروع الأموي من أجل أن يسيطر على الناس ويسيطر على الأرض والعرض، من أجل أيضا أن يستمر بالحكم، من أجل أيضا أن تهيمن منظومته الفكرية على الناس، كان لابد له أن يكون لديه مشروع للقضاء على الإسلام. معاوية هو الرأس المدبر للمشروع الأموي. ما هي خطة معاوية في هذا المجال؟ خطة معاوية أن يقضي على جوهر الدين، يدمر ركائز الدين، روح الإسلام. إذا فرغ الإسلام من محتواه يكون قد وصل إلى هدفه. لابد أن يحرف القرآن لفظيا وكذلك معنويا، ولابد أيضا أن يقضي على الثقل الثاني من أهل البيت من التحريف المعنوي للقرآن. الإنسان ليس مسير، ليس مجبر كما أراد معاوية، قال بأنه يزيد خلص الله عز وجل هو اللي انتخب يزيد، هذه مشيئة الله. تعترضي يا أم المؤمنين على مشيئة الله؟ أنت مخالفة للقرآن. فحفر لها حفرة ورماها في الحفرة. معاوية كان يتعامل بالربا، يحلل الربا الذي نزلت فيه الكثير من الآيات التي تنهى نهيا شديدا عن حرمة الربا. معاوية كان يتاجر بالأصنام، كم القرآن نهى عن عبادة الأصنام؟ يبيع الخمر الذي هو رص من عمل الشيطان، لم يترك أساس قرآني، قضية قرآنية، وإلا ارتكب معاوية خلافة من أجل ماذا؟ من أجل أن يضرب القرآن الكريم، من أجل أن يحرف القرآن الكريم. معاوية عندما أراد أن يحذف بسم الله الرحمن الرحيم لوين راح؟ راح المدينة وهو حاكم وعلى منبر الرسول وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حذف بسم الله الرحمن الرحيم، فضج أهل المدينة: يا معاوية سرقت القرآن، سرقت الصلاة، عمود الدين. قالوا له سرقت، لأنهم يعلمون أنه فعل ذلك بنية خبيثة، عقيدة الجبر، الطاعة المطلقة العمياء للحاكم، يركب على ظهرك وبجلدك، ولا بد أن تطيع وتسمع. معاوية كان يعني يستهدف أهل البيت بأي طريقة بأي أسلوب. معاوية استغل أنه في الشام بعيد عن المدينة المنورة، قلب حب أهل البيت إلى بغض، كما يقول الذهبي بأنه رب أهل الشام على النصب. صحيح مسلم بكل صراحة يقول بأن معاوية تن سنة سب أهل البيت، سب علي عليه الصلاة والسلام. علي كان يسب على المنابر 60 سنة حتى جاء عمر بن عبد العزيز وأوقف هذه السنة الأموية. كل من كان يحدث في فضائل أهل البيت كان يعاقبه، كل من كان يظن أنه يتبع أهل البيت من شيعة علي كان يقتله. حرب شعواء على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي حصل في كربلاء، هذه كانت آخر فصول. كل ما أذكره لي دليل عليه معتبر من كتب إخواننا أهل السنة والجماعة.